بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الدين. ازيكم يا شباب؟ معكم عبد الله السكري. في الدرس ده هيبقى أول درس لينا في سلسلة أسئلة وأجوبة. طبعا هجاوب على معظم الأسئلة اللي كانت بتجيلي على فيسبوك وعلى تويتر، وهستنى برضو الأسئلة في التعليقات عشان نعمل درس جديد إن شاء الله بالأسئلة بتاعتكم بإذن الله تعالى. أول أسئلة كانت بتجيلي واشهرها ايه هو نظام تشغيل لينكس، التوزيعه الافضل في استخدامها بشكل شخصي. يعني بالنسبه لك يا عبد الله، في توزيعه اسمها ديبن، والتوزيعه دي هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكربشن. دي افضل توزيعه انا استخدمتها بصراحه. يعني استخدمت فيدورا قبل كده، استخدمت الاوبونتو، استخدمت لينكس مانت، استخدمت الكالي لينكس بشكل اساسي، بس ما انصحش بيها بتاتا. هي كويسه وكل حاجه، بس ما انصحش بيها بتاتا ان هي تكون اوبريتنج سيستم اساسي عندك. طيب انا ممكن استخدم اوبونتو، ممكن استخدم فيدورا حسب استخداماتك، لكن بالنسبه لي انا بشكل شخصي توزيعه الديبن كانت قعدت معايا فتره كبيره جدا 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 واستخدمتها. بالنسبه للارش لينكس، والسؤال الارش لينكس هي عايزه حد يكون مغرم بالمشاكل، لان ارش لينكس عشان تسطبها على الجهاز بتاعك هتلاقي مشاكل كتير جدا في التعامل معاها، وممكن ما تلاقيش، انت حظك حسب اعتمادية الجهاز بتاعك، الجهاز بتاعك شغال ازاي. ممكن واحد يسطبها يلاقي مشاكل مختلفة عن التاني، فيستحسن هالتوزيعة ما يكونش فيها مشاكل زي اللي قلت لك عليها، الديبن زي لينكس مينت وهكذا. طيب بعد كده عندنا فانر هاب وهاكس بوكس. يعني هتمرن على استخدم فانر هاب ولا استخدم هاكس بوكس؟ اولا الفانر هاب له ميزة له عيب. الميزة بتاعته انه مجاني فري، بدخل احمل الماشين بتاعتي من الموقع واعمل عليها بيتريشن تيستنج. ولو قلنا ان انت هتعمل بيتريشن تيستنج على ماشين واحدة، هتفتح جنبها ماشين تانية تعمل بيها بيتريشن تيستنج زي الكالي لينكس مثلا، يعني هيبقى عندك فيكتم وهيبقى عندك اتاكر. محتاج رامات قد ايه؟ يبقى انت لازم تكون محدث الرامات بتاعت الجهاز بتاعتك، يعني من 8 جيجا فيما فوق. هنقول مثلا انك هتدي الكالي 2 جيجا، وهتدي الماشين دي جيجا، يبقى 3 جيجا رايحين والباقي يكون الايه من الجهاز بتاعك. ويستحسن يكون 12 جيجا رام. يعني بقول مثلا 8 جيجا فيما فوق يكون حاجه متوسطه، بس يستحسن يكون 12 جيجا رام، هيريحك جدا في البيتيشن سيستم، لان احنا بيبقى محتاجين الريسورسز عشان يشغل فيرتشوال ماشين. طيب لو انت مش عايز تحدث الرامات بتاعتك والدنيا بتاعتك تمام، وعايز تشتغل على الانترنت، تدخل على هاكس بوكس. الفرق بقى الجوهري اللي بين الاثنين ان هاك ذا بوكس عليه رانكينج، عليه ان انت بتبدا تاخد نقاط وبيحصل رانكينج ليك، والموضوع بيكون ايه كويس جدا معاك. تمام، يعني مثلا يقول لك والله انا جايب كام نقطه على الموقع ده، فبيكون في تصنيف والرانك بتاعك بيعلى على الموقع، وممكن انت تتباهى بيه وفي نفس الوقت يكون حاجه في السي في بتاعك. يعني مثلا انت جايب هاك ذا بوكس، يبقى انت راجل بتعرف تستخدم الكيشن تيستنج سكيلز بتاعتك عاليه، فبتعرف تجيب الفلاكس. بعد كده عندنا بايثون وروبي. ايه الفرق ما بينهم؟ اتعلم دي ولا اتعلم دي؟ عامه الاثنين مشروحين وموجودين على القناه، يعني حتى دلوقتي الكورس اللي احنا شغالين فيه بايثون فور سايبر سكيورتي كتحديث، وبنحدث فيه اول باول مع كورس او اس بي ودول الكورسات اللي احنا شغالين فيها حاليا. والروبي برضو انا تقريبا اتكلمت فيها بشكل رهيب جدا في مجموعه سلسلات خاصه بيه. حسب ما تحب، يعني انا ما اقدرش اقول ان البايثون احسن من روبي ولا روبي احسن من بايثون، ان الاثنين فيهم دعم قوي جدا ومكتبات قويه جدا في السايبر سكيورتي. تمام، لكن الرائج والشائع دلوقتي الناس بتحب البايثون اكتر. تمام، فانت لو حبيت الروبي مش مشكله، تقدر تبني بيها تولز قويه جدا جدا، بل بالعكس ممكن تعمل بيها مودولز تضيفها في الميت سبلايت وتبني من تطبيق. بعد كده جه سؤال تاني قال لي خطه لتنظيم الوقت، يعني ايه الخطه بتاعتك عشان تنظم الوقت؟ اول حاجه خالص لازم تبقى عارف كده ان تنظيم الوقت ده مبني على التزاماتك. يعني انا مثلا طالب، يبقى انا المفروض في ساعات مذاكره، وفي ساعات اروح احضر فيها محاضرات، وفي ساعات ليا انا بشكل شخصي، ساعات ليا بشخص بشكل شخصي هقعد فيها مع مثلا لو انت متزوج تقعد مع زوجتك، لو انت مثلا عندك اصدقاء تقعد معاهم، لو انت بتحب تستجم تتفرج على فيلم مش عارف ايه، دي حاجات خاصه بك. فاعرف ان انت الوقت اللي انت هتذاكر فيه او اللي انت هتطبق فيه ده هيبقى من وقتك الشخصي. تمام، ليه؟ لان مواصلاتك ومحاضراتك ومذاكرتك ده وقت لابد ان انت تخصصه، تذاكر عشان محاضراتك بتاعت ايا كان مجال دراستك،
وبعد كده بتاخد جزء من وقتك الشخصي ده تخصصه للمذاكره او الهوايه بتاعتك او البنتريشن تيستنج او الهوايه بتاعتنا اللي احنا بنحب البنتريشن تيستنج او المجال ده. فاحنا بنبدا نحط لنفسنا مثلا ساعه ساعتين ثلاثه، وانا مستحسن تكون من ساعتين لثلاث ساعات حلوين قوي قوي، ولكن تكون مطبق فيهم بشكل مستمر وبتقول بديهم حقهم. يعني ما تقعدش مثلا ساعه وتقطع وهكذا، لا، ساعتين مستمرين او ساعتين ثلاث ساعات انت قاعد بتطبق بتدون، بتلاقي نفسك بتجيب نتيجه في الاخر. تمام. طيب يبقى انا كله ده هيبقى مقطوع من وقت الشخصي، يبقى انا هعمل ايه؟ اعمل نفسي سكادجول. سكادجول يعني يعني جدول. والله انا عندي محاضرات 3 و4 وخميس، حلو، المحاضرات دي هيبقى خلاص الايام دي هروح فيها مواصلات، فيها هقعد المحاضرات، هبقى راجع تعبان، خلاص هنام، هيبقى عندي 3 ايام باقيين مثلا مفيش فيهم محاضرات. بدل ما اخرج مثلا العب ماتش كوره ولا حاجه، اقعد فيه مثلا 5 ساعات واقعد طول النهار بره البيت، لا، ممكن انظم وقتي، لكن مثلا اخلي 3 ساعات دول ثابتين في يوم مثلا السبت والحد، ودول اللي هيبقى فيهم 6 ساعات مثلا متواصلين، 3 السبت و3 الحد، يبقى انا عملت 6 ساعات بعمل بهم تطبيق، وفي نفس الوقت بعمل ايه؟ تدوين، وبدون ليه ملاحظاتي، وبدون ليه بعمل رايت صب ليه الحاجات اللي انا بعملها بريشن تيستنج او اللي انا بتمرن عليها، سواء انا بتعلم بايثون او ايا كان. هتلاقي نفسك في اخر الشهر او في اخر السنه انت عملت لنفسك كتيب او مدون كبير في كل البراكتس اللي انت او البراكتيكال ميثودز اللي انت استخدمتها. ده بالنسبه لي اهم الاسئله اللي جات لي والمفروض ان انا اجاوب عليها. طيب بالنسبه بقى للسؤال اللي جالي وما حطيتوش في الليسته اللي موجوده دلوقتي، واحد بيقول لي يا باشمهندس انت ليه ساعات بتاخر شويه في رفع الدروس والكلام ده؟ اولا عشان سببين، سبب الاثنين ان انا محتاج ان اطور شويه في القناه بتاعتي، فمحتاج ان انا احاول ان انا اجيب كام تكون كويسه جدا اعرف ان انا ادس بيها او ان انا اشتغل بيها او اعمل بيها فيديوهات بروفيشنال. السبب الثاني ان بحس شويه بالاحباط لما انزل مجموعه من الكورسات او الدورات والاقي الريتش بتاع القناه برده مش واصل الشكل اللي انا عايزه او الشكل اللي انا محتاجه. فكل اللي انا محتاجه ان يحصل دعم على القناه. الدعم ده بيكون عباره ان انت تعمل لايك شير سبسكرايب، توصل الفيديوهات بتاعتي لاكبر عدد من الناس بحيث ان القناه يبدا يجي لها ريتش عالي. الريتش ده مش هنتكلم ان هو يجي لي ارباح، لان عامه كل الارباح اللي جات لي من القناه وما شغلتش ارباح من القناه غير تقريبا بالظبط من سنتين او 3 سنين هو في الميكروفون اللي شايفينه قدام ده اللي انا بصور بيه، ده يعتبر هو خلاصه ارباح القناه. لو انتم عارفين القنوات الخاصه بيه تيشن تيستنج او قناه خاصه بالبرمجه ايا كان، الريتش بتاعها او المشاهدات بتاعتها بتكون قليله جدا، ارباحها بتكون قليله جدا. الميكروفون ده كان تقريبا ب $250 ومن نوع مانو، جبته تقريبا ب $150 او دفعت له جمارك، عم داخل هنا ب 250. ف يعتبر هو يعني تقريبا انا كاي فلوس بتجيلي من القناه بحاول ان اطور في القناه، فتعتبر ده المايك الوحيد او الحاجه الوحيده اللي جات لي من القناه. انا جبت ليها مايك عشان اعرف ان انا اوصل صوتي بس يكون شويه كويس عني. تمام. دلوقتي انا شغال من الكام بتاع اللابتوب، فمحتاج ان شاء الله المره الجايه احاول اجيب كام اقدر اصور بيها بجوده 1080 عشان ابدا اعمل فيديوهات بروفيشنال وانزلها على اليوتيوب. تمام. فبكل بساطه ده اللي بيخليني محبط شويه، ان انا هصور محتوى ونفسي اعمل محتوى كبير جدا اقدر اشرحه وانزله على القناه، بس للاسف المشكله عندي في بعض الخامات، بعض الماتيريالز اللي اقدر استخدمها عشان اطلع فيديو بروفيشنال. طبعا اهم حاجه عندي هي الكاميرا. ده بالنسبه للسؤال ان انا اتاخر ليه وكده. فان شاء الله زي ما احنا عارفين طبعا عشان نبقى حاطين نفسنا قاعده كامله، كورس بايثون فور سايبر سكيورتي ده ان شاء الله بنزل فيه فيديوهات اول باول. كورس او اس بي بدات ان انا استانيف وانزل فيه فيديوهات. في قناه جديده انا انشاتها اسمها سيك تيست، هتلاقوا الرابط بتاعها برده في الديسكربشن، تقدروا انتوا تدخلوا عليها وتعملوا سبسكرايب، واتمنى ذلك لان القناه دي هبدا اشرح عليها حاجات كتير، وانا اصلا اوريدي بشرح عليها دلوقتي لينكس في سايبر سكيورتي، لسه نازل عليها درس من شويه، في اتمنى يكون الدرس ده عجبكم ان شاء الله. عايز بس في الكومنتس تحطوا الاسئله بتاعت الدرس الجاي. تمام. الاسئله بتاعت الدرس الجاي باذن الله تحطوها في الكومنتس عشان اخدها واعمل لها فيديو تاني خاص بسؤال وجواب واضيفها في الليست بتاعتي. شكرا لكم، واتمنى الدرس يكون عجبكم.